السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم عتيقه شانيل، وبحباب مشترك الجدد اللي تحقوا معايا في القناه مع وصفه جديده وفيديو جديد. الوصفه ديالنا ان شاء الله اليوم غنوجدوا قرشلات ديال عاشوره بلديين اللي كيجيو رائعين، بمكونات جد اقتصاديه، بدون زبده ولا بيض ولا حليب، كيجيو رائعين وهشيشين البنات. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. المهم غندوزو للطريقه والمقادير ان شاء الله، خليكم مع الفيديو حتى الاخير. المهم غنحتاجو في المقادير نص كيلو ديال الدقيق الفورص، وساشي ديال الزهر الى عندكم الزهر عوضوه به، وخماره وحده بفئة 8 غرام، وكاس ديال السكر سنيده، المهم العبار بالكاس ديال العنبه اللي تيوزن 150 ملي، وكاس ديال الزيت نباتيه، وكاس ديال الماء غير من الروبيني عادي، وجوج معالق كبار ديال الزنجلان ما مصهد ما والو، ومعلقه كبيره ديال النفع حتى هو ما مصهدش حيت باقي غندخلو ما يطيبو ما كايلاش. المهم الطريقه غندير كاس ديال السكر سنيده مع كاس ديال الماء، نعاود معكم المقادير، مع كاس ديال الزيت كما قلت لكم العبار بكاس ديال العنبه، وغندير معاهم ساشي ديال الزهر. الا ما عندكمش البنات الساشي ديال الزهر ديروا الماء زهر، واحد ربع كاس ديال الماء زهر، وغندير هنا معلقه كبيره ديال النافع وجوج معالق ديال الزنجلان. تيجيو واعرين هاد القريشلات، تيجيو خطيرين ومقرمشين وهشيشين. هادي هي الوصفه الاصليه ديال القريشلات اللي كانوا كيديروا زمان، ما كانوش كيديروهم كاع بالبيض. هنا عندي نص كيلو ديال الدقيق الفورص وراه مغربل، وهنا زدت هنا خماره وحده كندير غير خماره صافي. كنبدا ندخل هذاك الطحين مع باقي المكونات، كنبدا ندخل فيهم بشويه بشويه. المهم العجين خصها تكون رطبه، ما تكونش قاصحه باش يجيكم القريشات يجيكم رطبين، ما يجيوش قاصحين. المهم ما تيكونوا مقرمشين من برا، ولكن ملي تديرهم فمكم كما كنقولوا كيذوبوا في الفم، يعني هكا خصهم يكونوا، ما خصهمش يكونوا قاصحين بزاف حتى ما نقدوش ناكلوهم. صافي انا كنبقى نستمر حتى ندخل في هذاك نص كيلو ديال الدقيق صافي، وكنجمع البنات. المهم العجين كما قلت لكم خصها تكون خفيفه، انا ملي غنجمعها غنوريكم العجين كي تيكون. كما قلت لكم تنبدا ندخلو بشويه بشويه. المهم ديروا بالكم البنات، راه كاين الطحين اللي كيشرب وكاين الطحين اللي ما كيشربش. المهم انا راه كنقلب بيد الاخرى حيت الاخرى فيها العجين ضروري اللي غتلصق، ديت اللي كتكون عندكم نقيه الا كتقلبوا بها العجين. صافي ها نتوما البنات شتي كي كتكون رطبه، هنا جمعتها كتكون رطبه العجينه، ما خصهاش تكون قاصحه. صافي هنا كنقطعها حرابل هكا باش تسهل عليا الخدمه. صافي كنديروا هكا حريبلات. دائما البنات ملي تجي تصاوبوا هكا القريشله الصغيره ولا المملحات حربلوهم قبل، باش ملي تكونوا كديروا الحلب وكتحربلوهم وخلوهم يطلقوا شويه، باش ملي تكونوا كديروا الحلب ولا كتطلقوه ما كيجيكمش خاوي من الوسط. هادشي علاش كنديروا لهم الطريقه هذه، باش كتجينا طريقه سهله وفي نفس الوقت ما كيجيوش خاوي من الوسط، نيت نديرهم حرابل. صافي هنا غنبقى نطلق هنا رقاق، المهم كنطلقوا بالكف البنات، ما كنطلقوش بالصبعان. ملي تكونوا كتطلقوا هكا الحرابل ضروري تطلقوا بالكف ديال الديكم، باش ما كيجيوش خاويين. صافي هنا كنهاو مرتاحو شويه، وصافي كنبدا نطلقهم هكا وكنقطعهم بالمقص. المهم شي الطريقه كي تنطلق انا الحلبو تنطلقو بالكف ديال اليد. هاد الطريقه هادي كتجي سهله وما تيعذبوكمش، بالنسبه لي غير خدم بوحدو. المهم انا في هاد المرحله راني شاعله الفران على عافيه مهيله تيسخن على ما نكمل هكا التقطاع ديال القريشلات. المهم لاطان دهنتها هنا بالزيت، الى عندكم الورق ورق المطبخ عفوا ورق سلفريزي ديروه. المهم كنشدوها كنحربلوها
وكنبدا نقطعوها بالمقص ولا بالموس اللي جاكم سهل. المهم البنات نحربوا نرققوه شويه حيت نديرو بحساب كاينه خماره. المهم راه حيت انا الكاميرا هكا مقرباها هكا الفيديو التصوير مقرباه باش كيبقى يبان لكم الحربو الغليظ راه هو رقيق باش كيبان لكم داكشي كبير ولا في الواقع راه رقيق حيت الكاميرا كتبين داكشي كبير فهمتوا. حيت باش ديروا بالكم كاينه خماره كيزيدوا يخمروا كيزيدوا الضعف شويه الحجم ديالهم. المهم انا كنستمر كما قلت لكم دهنا بلاطا بالزيت الا عندكم ورق الزبده ديروه ما عندكمش حيت هما اصلا ما تيلصقوش فيهم الزيت راه ما تيلصقوش وصافي. حتى تنستمر هكا كنبدا نقطع كحريب بالمقص داك الحرابل حتى نقطعهم هكا بالمقص راه واضحه الطريقه وكلشي كيعرف كيفاش كنصاوبوا هكا القريش ديال عاشوره. انا ما تندخلهم لا مجمد لا ما تندير لهم والو الدقه الاولى تنصاوبوا بحال هكا تنقطعهم صافي. كنبدا نستمر على الطريقه البلاصه اللي كتبان ليا خاويه صافي كنبدا نعمرها وخا يجيو البنات وحده فوق وحده راه ماشي مشكله ملي كنطيبوهم راهم اصلا كيتفرقوا على بعضياتهم. كنبدا نستمر هكا البلاصه اللي بانت ليا خاويه كنعمرها باش كتعمرني طلا اللاطا صافي. وكندخلهم الفران بالنسبه للطياب ديالهم راه كنشعل عليهم لتحت والفوق بالنسبه اللي عنده الفران كيشعل لتحت والفوق يشعل عليهم لتحت والفوق اللي ما عندوش يشعل عليهم لتحت وتا يطيبهم لتحت ويشعل عليهم الفوق يتحمر باش ياخذوا لون مذهب صافي. هنا كنبدا نطلق هذوك الحليبات شويه رقاق وكنبدا نقطع هكا بالمقص. الطريقه ديال المقص كتجي ساهله وهذه هي الطريقه القديمه اللي كانوا كيديروا شحال هذه كانوا تيقطعوهم بالمقص صافي. هنا كنستفهم هكا وكندخلهم يطيبوا. المهم ملي غيطيبوا البنات غنوريكم الشكل النهائي ديال القريشلات كي تيجيو صافي. البنات ها هو الشكل النهائي ديال القريشلات تيجيو واعرين البنات ورائعين ومقرمشين من برا ولكن هشاش من الداخل كيدوبوا في الفم. غير جربوا هاد الطريقه راه ناجحه 100% بالنسبه للبنات اللي ما عمرهم ما صاوبوا القريشلات. جربوا هاد الطريقه راه سهله وتيجيو اقتصاديا بزاف البنات لان ما فيهم لا زبده لا بيض لا حليب وتيجيو رائعين. هذه الوصفه الاصليه ديال القريشلات اللي كانوا كيديروا جدادنا شحال هذه يعني الطريقه الرائعه البنات وتيجيو بنينين غير جربوهم ما غتندموش عليهم. من احسن تصوبهم في الدار بلا ما تشريهم كتعرفوا شنو ديروا فيهم صافي. البنات راه سالت الوصفه ديالنا. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو ليا اكبر عدد من اللايكات وتشاركوا الفيديو مع الاقارب والاصدقاء وتشاركوا معايا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد. والى فيديو اخر وشكرا على المشاهده. السلام عليكم.